عشتوا فيها اكسبيرينس جديدة ما بتنعطى لكل الناس ويمكن أقلية بعيشوها. من هيك حابة أنه أعرف شو علمتكم هذه الاكسبيرينس، شو استفدتوا من وجودكم هون، شو تعلمتوا بمختصر مفيد، شو الأشياء اللي بتحبوا تحملوها معكم وتحافظوا عليها، يعني شيء جواتكم يمكن تحرك، يمكن أوقات في أمور بنبقى نحن مش حاسين فيها وبظروف معينة بيتحرك أمور جوانية، خاصة أنه أنتوا انخلطتوا بأشخاص جديد، يعني تعرفتوا على أوقات كولتور جديدة، تعرفتوا على عالم جديد، تعرفتوا. ونحن كلنا بالدول العربية يعني بنفتخر بهذا البروغرام اللي هو عم يجمعنا. صح، أكيد. من هيك أنا بحب أنه أعرف كل شخص كيف عايش هذه الاكسبيرينس، شو الشيء اللي بيحب يحافظ عليه وشو الشيء اللي حابب أنه يشتغل عليه. أنا بالنسبة لي حبلش تفضل. جيت على البرنامج إنسان عصبي، إنسان ما كان يعني قبل ما كنت مستعد لشيء اسمه ارتباط، أو كنت أحكي لك كل شيء تقريبا. فتت كان عندي الحب انه شيء موجود بس كنت احلم فيه. فتت شفت صبية عشقتها حبيتها، لحسن الحظ انه هالصبية منيحة. شو معنى منيحة؟ يعني مرباية، خلوقة، شغلات السيئة فيه ساعدتني انه اخفيها، تشيل جواتي منيح طلعت لي. هلا البرنامج البروجرام فيه شيء حلو، بيعلمك الصبر، بيدخلك كذا اختبار، كذا تيست، انه حنقعدك اسبوع واثنين وثلاثة ما تطلع، بدك تقعد مع البنت تقريبا، انه انت شايف انت جاي لتتعرف على بنت بس ما بي فيديو فون ما تشوفها بنهار غير ساعة، كيف حتتصرف؟ حكون صبور ولا لا؟ شو تعلمت اكثر شيء؟ يعني انت تعلمت الصبر كثير كان مهم، كثير كان مهم. عنه لهلا بحس حالي انه مثل ما بيقولوا بصلتي محروقه، بس عن اول لا كثير متغير، عن اول انا حاسس حالي كثير متغير كثير. وهلا صرت شوي بتصبر؟ كنت لا هلا صرت اصبر، صرت شوف البقى، شوف من جوا لبرا مو من برا لجوا، صرت شوفها صح اكثر. اللي ساعدني اكثر انه كان انا مثلي مثل اي انسان بالدنيا، عنده اخطاء وعنده حسنات، واخطائي عرفتها. يعني حتى بقول للناس اللي عم يشوفوني برا، اي حدا اخطات بحقه انا اسف. عن جد هذا البرنامج ساعدني بكثير قصص، اعرف اخطائي. حاجه اخبي على حالي انه انا ما اخطات، لو ما في حدا فينا بيخطئ. كيف راح تحافظ على الصبر من بعد ما تطلع من كيف احافظ على الصبر؟ اول شيء اهم شيء اهم نقطه انه معي هالصبيه اللي عن جد الله يخلي لي اياها. هي حتساعدني وانا حساعدها. قلت لك لازم الرجال دائما انه يكون، كان عندي فكره انت غيرتي لي اياها، انه انا اي لا انا الوحيد لازم احمل هموم ولازم ولازم ولازم. هلا هي بطريقه او باخرى حملت عني شيء وساعدتني بشيء، عرفتي كيف؟ نزلت شوي على الارض. ايه لا صرت على الارض بمواضيع، بس موضوع الحب والقيس وكذا لساتني فيها. ايه لا حلو كتير هذا الموضوع والرومانتيزم كتير حلو، رجعت للمنطق. بس بتعرف انه كل شخص لازم يعيش اكسبيرينسات، ونوال لازم كمان تعيش بامور، تمرق بمصاعب، لازم لازم لازم. ومرقت فيها ومرقت فيها، وعلى فكره تذكرت لك انه انا ما بدي وما كذا، ما مرقت اني عصبت عليها وعصبت علي وزعلتها وزعلتني. اكيد انا اوكي، المنطق بيقول الحب فيه زعل وصريخ وعياط وفيه بالاخر شيء فيه حب، يعني الحمد لله صار هيك مشان نعرف حالنا بنحب بعض اكثر او لا. اوكي، بما انه يحيى بلش رح اسال دغري نوال. نوال شو تعلمتي انت؟ شو مثلا يحيى حابب يحمل معه هالقيمه الجديده اللي تعلمها اللي هي الصبر، وهيدي شغله كثير كثير حلوه بس ما بتطول اذا ما بنحافظ عليها وما بنعملها تمارين وما بنضل نشتغل على حالنا فيها. بس كلمتين هون في شغله، الصبر ساعدني بشيء، انه انت شفتي الناس السيئه وشفتي الناس الجيده، طبعا ما في حدا فينا هون سيء، بس الظروف اللي صارت والضغط والسترس اللي صار، الناس بعد صار تاخذ بقى مواضيع مختلفه لقدام، تحلم بقصص او تالف قصص بعقلها انه في شيء او كذا او لاخره، بس شفت اللي منيح وشفت العاطل. العكس هذا الشيء اعطاني 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 بوش لقدام انه خلص اوكي، هلا هي الدنيا اللي برا. كثير منيح، عرفت كيف؟ شو
شو غيرت؟ انا مبسوطه بعدين، انا مبسوطه كثير و تري كونتونت يعني. رح جرب احكي عربي عشان يفهمني يعني فرحانه كثير اني قدرت اعمل شيء يعني منيح ليحيى، يعني روق شوي عصبيته خفت يعني من جواتي. انا كثير مبسوطه وكثير فرحانه اني عملت شيء بوزيتيف، ولا يعني في يكون يعني في يكون شيء يعني انا يعني نوال في يعني في برا بتكون كثير يعني نافعه يعني يوتيل لاي شيء. يعني هذا الشيء زاد لك شوي ثقتك بنفسك اكثر يعني. اما انا يعني مش شيء اللي عاجب يحيى فيه اني ثقتي يعني راكزه، يعني حاسه بنفسي اني نوال هي يعني شي كومسا برا جوا كنترول على حالي، كنترول على لي سنتيمون، على تصرفاتي، على كل شيء الحمد لله عليه كثير. هي راجع ل اكسبيريونس، لتجارب، لتربيه، ما بعرف، بس انا هيك يعني ما فيني اتغير، كبرت هيك. تعلمت شيء جديد بهيدا البرنامج؟ يعني تعلمت، كشفت بحالك شيء جديد غير انه انت فيك تساعدي يحيى وبطريقه بوزيتيف وهيك؟ اكتشفت يعني شيء كان مخبى بالهيكل التكويني اذا بدك تبع نفسيتك وتبع شخصيتك؟ لا اكتشفت في امور حابه تشتغلي عليها تغيريها؟ يمكن يعني التيميديتي، يعني الخجل في التعبير عن المشاعر، يعني فيني احبك وموت فيك بس اني احكيها فيني اتصرفها، ما فيني احكيها. مشان هيك يعني بعض احيانا يحيى بيزعل كثير، يحيى كان بعده ناطي بيزعل كثير مني من هالمشكله، بس اقول له انا يعني ما فيني اقول لك بحبك بس اخر شوف فيني اعملها جيت، فيني اعملها شوفها، فيني اعملها.